بالكم مشاهدينا، ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر راهي في تزايد مستمر، وعلى هذا زميلي نور الدين بقاع قام بتقمص دور المختطف وحاول أنه يخطف الأطفال باش نشوفوا إذا الأطفال الجزائريين يتجاوبوا مع هذا الاختبار من جهة، ونشوفوا الأولياء يدعسوا أولادهم مليح من جهة أخرى. بدون إطالة نخليكم تشوفوا هذا الروبورتاج. كثيرون ممن راحوا ضحية الاختطاف، اختطاف البراءة. ذنبهم الوحيد أنهم صغار ووقعوا في أيدي وحوش بشرية ينعدم فيهم الضمير الإنساني. عائلات أخذت على عاتقها مهمة مرافقة أبنائهم إلى المدارس بصفة يومية، خوفا من تعرض فلذات أكبادهم إلى الاختطاف. تعرف هذه الظاهرة تصاعدا خطيرا يستدعي تضافر جهود الجميع وسن أقصى العقوبات القانونية في حق مرتكبي هذا النوع من الجرائم التي عادة ما تكون عواقبها تعيسة ومحزنة. فريق جزائريون نزل إلى بعض الفضاءات التجارية الكبرى أين انتحل صفة شاب يقوم بخطف الأطفال الصغار. شفناهم يدوروا وحدهم حتى عيتي قلتي اولادي. هنا يعني ما خفتش، كاين لي زانج هنايا يعسوا يعني كما شافوهمش وخرجتهم. هي صاحبي هذه لازم الوالدين يعسوا ولادهم ما يخلوهمش يخرجوا، لازم يكونوا دائما شادينهم. شفناهم واحد دولة طروف يدوروا هنا وحدهم، يعني هنايا هنا عمتهم هنا، يعني كاين مانيش وحدي هنايا، هنا يعسوهم هنايا ما كاش. في أول مرة كانت تجربة مقصودة بتواطؤ مع الأولياء، والغرض منها اختبار الأطفال وقابليتهم على الخضوع لحيل الذئاب البشرية. لا معايا عمو. بيان سور لا معك. أنا قالوا لي بلي أنت تحب لي جو، عندك تليفون؟ هذه تعطيت بيا. أنا عندي تليفون، نحب نطلع لك لي جو، تجي نطلع لك لي جو. بصح هذه في الطابلة ما جبتهاش. أنا نطلع لك لي جو نجيبهم لك، باش تطلعهم لك ماما، تجي معايا. هاي نروح نروحوا هكذا بصحة. هاي نروحوا هكذا، ما تقولهاش لماما بلي رحنا بصح ياك. نروح نطلعوا لي جو ونجو. واش راك تشوفي ماما؟ واش تقول؟ تقولها دقيقة؟ علاش ما كلها ماما هنايا؟ علاش نروحوا؟ ها؟ ولأن أرقام الاختطافات في بلادنا أصبحت مخيفة، قررنا القيام بتجربة مع أولياء الأطفال في أماكن عمومية لمعرفة إن كانوا فعلا محصنين أم عكس ذلك. هذا الطفل نقدر نروح عندو نعطيلو حبة حلوة، ما تخلعوش نديه برك معايا نبين لكم بلي في 30 ثانية نقدر نديه. واسمك أنت؟ معتز. معتز تحب الحلوة؟ نعطيلك. شوف شو عندي، شوف مليحة هادية. تفضل. حبك شحال عندي في الطونوبيل؟ عندي 10 كيما هذه، جي معايا تشوفهم. واش رايك؟ والله والله غير خلعتني. ما تخافش من دي. واش انت من سوريا؟ اي من سوريا. الله يبارك. الله يبارك فيك. راك تحرص على الاطفال تاعك شويه؟ اكيد الاطفال تاعي هما الحياه تاعي.
تقدر ندي في اي لحظه. انا كنت مفكر انه ما راح تقدر تدي بهالسرعه، بس يعني حاجه مخيفه يعني بهذا اسمه. هو الطفل دائما لازم يكون فيه انتباه، الولد لازم يكون قريب منه كي يخرجوا قطعه مكان. حلوه ديته قطعه حلوه يعني حتى الحمد لله هنا كاين الامن في هذا المكان. صحيح هذا المكان مختلف، بس وكان راك في مكان اخر تقدر اي لحظه 30 ثانيه يدولك. صحيح. توجهنا الى احد المتاجر الكبرى، هدفنا اغراء الاطفال عن طريق لعب وقطع حلوه، وذلك دون علم ابائهم. اليكم النتائج. بابا قص عامل راك جي معايا هنا نوري لك حاجه. هاي هنايا برك هنايا ورا ورا ماما بابا هاي راح نوري لك حاجه. ولو كان ما كانتش ما شفتوش لا كاميرا وداه واحد اخر يعني طونج كيما ديتو انا بلا ما شفته. وفير اتونسيون. لا لا انا قلت له جي معايا قال لي نجي ما شافش كاميرا. بصح كاين عيبات كبار على هذا داوهم. نتائج صدمتنا، خاصة أمام تساهل بعض الأولياء الذين عادة ما تجدهم منهمكين في اقتناء مستلزماتهم وترك أبنائهم. قال لي حبيت نروح معاه، قال لي كون خليتني نروح معاه باسكو كان راح يعطيني طوموبيل كبيرة، وقال لي ما نديك معايا في لافواتور. دونك ما شفتوش كان يروح، لازم يعسوا ديما ولادهم باسكو يروحوا فاسيلمون. ولحسن الحظ يلعب أعوان الأمن المتواجدين في هذه المراكز دورا كبيرا في حماية الطفولة. كما كسر سيكريتي ما نخليهاش امبوسيبل ما تلقوش والله ما تلقوش نخليها هكذا معايا غير واسمه والو معايا هكذا ويعطيهم الصحة على كل حال. سلامة لازم تكون لا سيكريتي وتكون واسمه. وكما كسر سيكريتي ولادا ما خرجوهمش خويا امبوسيبل. ظاهرة تنذر بالخطر، وحوش بشرية استغلوا البراءة لتلبية رغباتهم الجنسية وحتى لتصفية حساباتهم مع أوليائهم. وسؤال المطروح اليوم، ما ذنب هؤلاء الأطفال الذين يدفعون ثمن الكبار؟